إن شاء الله كلنا ثقة فيكم بلا حدود، وإن شاء الله تبقى العشرة عاوزينها زي ما جبتوا لنا التاسعة كده بجدارة، وإن شاء الله تكون بداية موفقة إن شاء الله للعيبة والجهاز الفني بقيادة موسيماني. نعتمد طبعا على اللعيبة وعلى الجهاز الفني، احنا لسه واخدين البطولة التاسعة من قريب ولسه محتاجين العشرة و11 و12. نعتمد طبعا على الجهاز الفني كليا، إن هو اللي أساسا بيبقى بيدي الطاقة كلية للعيبة، فبنعتمد على جهاز فني أكتر. يعني أولا بنهني النادي الأهلي بالتسعة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يجيب العشرة في بداية البطولة الإفريقية. أولا بندعو الله أن ربنا يشفي بيترو موسيماني. أنا مبسوط جدا من البداية اللي بدأها موسيماني مع الفريق، عارف يلم الناس كويس جدا حواليه، وحاس في هارموني فيه كويس جدا مع اللعيبة. الموسم ده بصراحة يعني حاجة مختلفة جدا وليه طعم تاني بقيادة بيتس موسيماني، واللعيبة كلهم بصراحة بيأدوا بشكل رجولي ورسالة يعني خاصة لكابتن الشناوي، وكل اللعيبة بيظهروا بأداء رجولي جدا. أحب أواجه رسالة للجهاز الفني واللعيبة بالتوفيق إن شاء الله، والعشرة إن شاء الله مع بعض. طبعا أولا بتمنى الشفاء للمدير الفني مستر سوماني، وبتمنى التوفيق للجهاز كله واللعيبة بتاعتنا. طبعا الرسالة هم عارفينها، احنا تعودنا منهم كأعضاء لأعضاء ومحبين للنادي الأهلي ان هم يفوزوا على طول. احنا انا عن نفسي كل ماتش بقعد اتفرج وببقى نفسي يفوز، وتعودت على كده. طبعا الحمد لله على النجمة التاسعة اللي خدناها، واحنا هنبتدي بقى لسه اول ماتش يوم الاربعاء اللي جاي، فان شاء الله بإذن الله تبقى بداية موفقة علشان إن شاء الله ناخد النجمة العشرة على طول. الحمد لله احنا ربنا وفقنا وأخذنا التاسعة، وكان توفيق كبير من عند ربنا، وإن شاء الله بداية طيبة، وإن شاء الله بيبتدوا بداية حلوة وجميلة في السفرية الأولى ليهم ويرجعوا فايزين بإذن الله. ألف شكر لفريقي الصامد الباسل اللي لا يتغير مع الأيام أو الأحداث ولا يتأثر بيها طبعا، وشكر للمدرب الجديد الجميل اللي مشرفنا وحقق معنا أهداف جميلة، قدر يوصل بفريقنا لأعلى نقط لنادي الأهلي إن شاء الله. بس أول حاجة نبارك لنادي الأهلي على البطولة اللي فاتت، عملوا إنجاز تاريخي. إن شاء الله البطولة اللي جاية ياخدوها إن شاء الله. نادي الأهلي قادر، المجموعة اللي موجودة قادرة إن شاء الله تحقق نتيجة إيجابية للنادي.